الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله طلابي من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم أيها الأحبة هو الدرس 15، السبت في التلاوة. سنتحدث اليوم أيها الأحبة في درسنا هذا عن مفهوم السكت، المواضع التي يسكت فيها القارئ، ومصطلح الضبط الذي يعرف من خلاله القارئ موضع السكت وكيفية السكت. تعالوا معي أيها الأحبة لنتعرف عن مفهوم السكت. السكت في اللغة المنع، يقال امتنعت عن الكلام أي سكت، وفي الاصطلاح هو قطع الصوت في أثناء تلاوة من دون تنفس في مواضع خاصة. والسكت يختلف عن الوقف، الوقف يتنفس فيه القارئ عادة، أما السكت هو قطع الصوت من دون تنفس. والسكت يكون في مواضع معينة. عند الإمام حفصمان ابن المغيرة كان شيخ القراء في الكوفة بعد شيخه عاصم بن أبي النجود. هنالك أربع مواضع في القرآن الكريم وهي سكتات واجبة عند الإمام حفص. تعالوا أيها الأحبة لنسلط الضوء على هذه المواضع الأربعة. قال تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا الموضع في سورة الكهف الآية 1 و2. لاحظوا معي أيها الطلبة أنني سكتت على الألف فترة بسيطة أو زمن يسير، حركة أو حركتين، يعني بمعنى ثانية أو ثانيتين. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. لاحظ عوجا قيما، عوجا قيما، أربعة الصوت من دون تنفس. وهنا نريد أن تنتبه أيها الطالب إلى أن السكت في هذا الموضع لا يكون إلا في حال الوصل، فإذا وقفت على عوجة لأنها نهاية آية يجوز، وحينئذ لا يوجد سكت. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، إذن هنا لا يوجد سكت. السكت هنا يكون في حالة الوصل. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ونلاحظ هنا أنك يجب عليك أن تنتبه إلى حرف السين، إلى حرف السين الذي فوق الألف. حرف السين هذا هو مصطلح الضبط الذي من خلاله يعرف القارئ أن هذا الموضع فيه سكت، فيسكت قليلا ثم يستمر في قراءته للقرآن الكريم. ثم عليك أن تنتبه إلى أمر آخر، أن عند الوصل عوجا بالآية التي بعدها قيما لينذر، نلاحظ أنه يوجد عندنا حكم تجويدي، وهذا الحكم هو الإخفاء. عوجا قيما درست في الصفوف السابقة عن حكم الإخفاء، فحكم الإخفاء هنا أن التنوين جاء بعدها حرف القاف، وحرف القاف من حروف الإخفاء، لكن في هذا الموضع تسكت ولا تأتي بحكم الإخفاء. ننتقل أيها الأحبة إلى الموضع الثاني. قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لاحظتم وقفت أو سكتت عند الألف، سكتت عند الألف زمنا يسيرا ثم وصلت القراءة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لاحظوا معي هنا أيضا أننا يجوز لنا أن نقف عند مرقدنا، لأن الوقف هنا معنى صحيح، ويجوز أن نبدأ بما بعدها بقوله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لما؟ لأن يوجد هنا
مصطلح ضبط الوقف قلي، ومعناه هنا أنه يجوز لك الوقف ويجوز لك الوصل أثناء القراءة، ولكن الوقف أولى. فحينئذ أيها الشاب وأيها القارئ وأيتها القارئة، عندما نقرأ قول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، نسكت إذا وصلنا القراءة. ولنا أيضا أن نقف عند مرقدنا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا عندما وقفنا وقفا صحيحا هنا عند مرقدنا، فالوقف هنا جائز، وحينئذ لا يوجد سكت. ننتقل أيها الأحبة، وهذا الموضع في سورة ياسين الآية 52، ننتقل الآن إلى الموضع الثالث في قوله جل وعلا: وقيل من راق وظن أنه الفراق. هذا الموضع من سورة القيامة آية 27. هنا نسكت على حرف النون، لاحظوا معي: وقيل من راق، إذا تسكت ثانية أو ثانيتين. لاحظوا معي هنا أنه يوجد حكم تجويدي عند وصلنا الكلمات بعضها ببعض. وقيل من راق، هنا النون الساكنة جاء بعدها حرف الراء، وحرف الراء من حروف الإضغام بغير غنة، يعني نضغم النون بالراء، لكن لوجود السكت هنا لا نقوم بإضغام النون بالراء. ننتقل إلى الموضع الأخير في قوله جل وعلا: كلا بل ران. قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في سورة المطففين آية رقم 14. لاحظتم سكتنا على اللام، سكتنا على اللام سكتة بسيطة. ونلاحظ هنا أيضا أنه يوجد عندنا حكم تجويدي وهو الإدغام بين الحروف، نضغم اللام بالراء، وهنا لوجود الساكت لا نقوم بإضغام اللام بالراء، فنقوم بتطبيق حكم السكت ونقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا ما جاء في درسنا اليوم أيها الأحبة، أسأل الله لي ولكم الإتقان في تلاوة القرآن الكريم، وأذكركم بقراءة القرآن الكريم وأن تعيشوا مع القرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فكن مع القرآن وكن مع أهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يفعل بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.